سمعنا كثير عن العسل الملكي وفوائده الصحية المتنوعة، فما هي الحقيقة من ورائها؟ أنا دكتور صبح اليازجي، تابعوني بعد الفاصل حتى نتعرف على الفوائد الرائعة للعسل الملكي لصحتنا. أهلا فيكم. بيملك العسل الملكي كثير من الفوائد اللي تعود على الجسم، فما هو هذا العسل وأثره على صحة الإنسان؟ العسل الملكي هو عسل بيتم إنتاجه من قبل النحل الشاب، وهو بيحتوي على كمية عالية من البروتينات الضرورية للجسم. بينتج النحل هذا العسل بالتحديد لأسباب مختلفة عن العسل الآخر، فهو يعد المصدر الرئيس لطعام الملكة في الخلية، ومن هنا تنبع تسميته. يساهم تناول هذا العسل من قبل الملكة على زيادة حجمها وتطوير المبايض، بالإضافة زيادة عمرها بحوالي 20 مرة أكثر مقارنة بالنحل العادي. ممكن تخزين ما يقارب 500 جرام، يعني نصف كيلو، من العسل الملكي خلال 5 إلى 6 شهور في خلية النحل، وهذه كمية هائلة لا تتمكن الملكة من تناولها، ليقوم المزارعين بالحصول عليه وبيعه بسبب فوائده العديدة. فما هي فوائد العسل الملكي؟ بالنسبة للفوائد المرتبطة بتناول العسل الملكي، أولا غني بالمغذيات الأساسية والضرورية، فبيحتوي العسل الملكي على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم، زي الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم ومجموعة فيتامين بي والفولات. إلى جانب هذا، يعد العسل الملكي مصدر لأكثر من 17 نوع من الأحماض الأمينية الضرورية، من بينها 8 أنواع أساسية لا يمكن تصنيعها داخل الجسم ولا بد من أخذها من مصدر غذائي. 2. تنظيم ضغط الدم. كشفت العديد من الدراسات العلمية أن البروتينات الموجودة في العسل الملكي لها تأثير سلبي على مستوى ضغط الدم عند الإنسان، فالبروتين الموجود في العسل بيأثر بشكل طبيعي على مستوى الضغط، بحيث أنه بقلل الضغط على الأوعية الدموية والقلب، وبالتالي بينخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين. 3. بيحافظ على مستوى الكوليسترول. بالرغم من اعتبارنا للأطعمة الحلوة إنها مضرة للكوليسترول، إلا إنه هذه القاعدة لا تنطبق على العسل الملكي. فبينت الأبحاث إنه إدراج العسل الملكي ضمن النظام الغذائي بيعمل على خفض مستويات الكوليسترول السيء، وهذا بخلي أو هذا بيساعد في حماية القلب والأوعية الدموية. 4. علاج مشكلات العقم. بيعتقد بعض الباحثين أن تناول العسل الملكي بيعمل على أنه بعزز الصحة الجنسية وعلاج مشكلات العقم بسبب وجود نوع معين من البروتينات فيه، فوجد أنه تناول الملكة للعسل الملكي بيساعدها في تعزيز فرص الحمل، بالإضافة لزيادة جودة الحيوانات المنوية عند الذكور. وجدت دراسة نشرت في المجلة العلمية أفايسينا جورنال أو فايتو ميديسين أنه تناول العسل الملكي بيزيد من عدد وجودة الحيوانات المنوية ومستوى التستوستيرون، وهذا طبعا بينعكس بشكل إيجابي على فرص الحمل. 5. بيحمي من السرطانات المختلفة. فبيحتوي العسل الملكي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة اللي بتعمل على تقليل خطر الإصابة بأنواع السرطانات المختلفة والأمراض المزمنة، فوجد أنه مضادات الأكسدة تعمل على إعاقة مادة ثنائي الفينول ألف المرتبطة بالإصابة بسرطان الثدي. 6. فوائد صحية تانية للعسل الملكي. بقلل من خطر الإصابة بالالتهاب، ببطئ عملية الشيخوخة للبشرة والشعر، بساعد في فقدان الوزن إذا تم تناول بكميات معتدلة، يعني من 2 إلى 3 ملاعق يوميا، تعزيز عمليات الأيض، بحسن عمل الجهاز المناعي، بخفف من ألم الدورة الشهرية، بسرع عملية التئام الجروح. غذاء ملكات النحل والجنس. للذكر بيساعد غذاء ملكات النحل في سرعة البلوغ ونمو الأعضاء التناسلية، بيرفع معدلات الحيوانات المنوية وقوة القذف والانتصاب. للأنثى سرعة البلوغ والنضج الجنسي، انتظام وقوة التبويض، معالجة بعض حالات العقم وعدم الحمل الناتجة من الضعف الجنسي والضمور. في طبعا محاذير لاستخدام العسل الملكي، شأن أي
من اللي هو الأطعمة. فلا بد إنه نحذر من استخدام العسل الملكي في حالات مثل إنه ما نستخدمه لو كنت بتعاني من الربو أو الحساسية تجاه منتجات النحل، فممكن يسبب بعض ردود الفعل التحسسية الخطيرة اللي ممكن طبعا تصل إلى الوفاة عند بعض الأشخاص. قد يجعل العسل الملكي التهاب الجلد أكثر سوءا، يعمل عسل النحل على تخفيض ضغط الدم، فبالتالي لو كنت بتعاني من انخفاض ضغط الدم فطبعا ممكن يؤدي تناوله لانخفاضه بشكل كبير، فلا بد انه يتم الحذر من هذه الحالات في 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 حدوث في وجود هذه الحالات من اللي هو تناول اللي هو غذاء الملكات. ودوما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.